بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت المصريين. وشعارنا دايما بيت المصريين لكل المصريين. في البداية أحب أتوجه بالتهنئة إلى الأستاذ الدكتور أحمد حافظ، أستاذ الأمراض الباطنة في مستشفى طنطا الجامعي، على إصدار الديوان الأول همس الروح. بالتوفيق إن شاء الله، ويكون لنا لقاء معه في حلقات قادمة من البرنامج، ونتمنى له دوام السعادة والتوفيق بإذن الله. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، وهو كيفية التواصل مع الآخرين وبشكل جيد. إزاي نتواصل مع الآخرين بشكل جيد، وتأثير الكلمة سواء الإيجابية أو السلبية، وتأثيرها الإيجابي أو السلبي على الآخرين. كلنا بنتعرض في حياتنا اليومية إلى مواقف وإلى مشاكل كتيرة، أحيانا بتبقى سببها كلمة. طيب إحنا بنقول إيه؟ لكن سبب بتسبب المشاكل النفسية كبيرة هذه الكلمة، وزي ما بيقول المثل معظم النار من مستصغر الشرر. لذلك قررنا النهاردة إن إحنا نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفتنا. أهلا وسهلا، بنرحب بيها الأستاذة وفاء طلال، أخصائي نفسي ومحاضر تنمية بشرية ومدير مرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس الخاصة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أهلا نورتينا. بحضرتك. في البداية قبل ما نتكلم عن الكلمة وتأثيرها، نحب نعرف من حضرتك تقولي لنا كيفية، ما هي الطريقة السليمة اللي احنا نتواصل بيها مع الآخرين، كيفية التواصل مع الآخرين. اتفضلي يا في حضرتك. البداية أهلا بيكي طبعا، وأهلا أهلا بالسادة وسهلا المشاهدين. بحضرتك، نورتينا يا فندم. تسلمي. طبعا بنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، هو موضوع الكلمة وتأثيرها على الآخرين. قبل ما نقول الكلمة وتأثيرها، نحب نعرف ازاي نتواصل الأول مع الآخرين، ازاي يبقى تمام عندنا قدرة على التواصل والتواصل الفعال بشكل إيجابي. تمام طبعا كل يوم بيكون عندنا فرص جديدة ان احنا نتعامل مع الآخرين، ان احنا نساعدهم، ان احنا نسعدهم. ده بيكون من خلال كلمة، ممكن تكون كلمة بسيطة، ممكن تكون ابتسامة، ممكن تكون دعوة. ان الناس دايما بتحب تتعامل مع اللي بيديها الحب، بيديها تمام الاهتمام، بيقدرها، بيتعامل معاها باحترام. دايما لو الناس، انت عايزة ان الناس تحبك، فلازم تديها اهتمام وحب وتقدير. مين فينا مش بيحب يحس بالاهتمام او الاحتواء او التقدير؟ تمام الحب اللي بيخلينا دايما مطمنين مع الناس اللي بتحبنا وبتهتم بينا. في مقولة قريتها عجبتني قوي، بتقول ان الانسان بيكون على جبهته، بيتولد هو على جبهته رسالة بتخاطب الآخر وبتقول له من فضلك اجعلني أشعر أنني مهم. يعني طول ما أنا اه بتعامل مع اللي قدامي لازم باهتمام، أحسسه باهتمام، بيبقى لازم في مصدر للسعادة للي بالظبط قدامي، كده بيشعر ان باهتمامي فبيبقى مبسوط وسعيد. طبعا ده بيؤدي الى السعادة. يعني لما اتكلم حد باهتمام وان انا مقدراه، فبيحس ان انا بحترم كلامه تقدير. وتقدير تمام للشخصية نفسها، غير لو انا بكلم حد بدون اهتمام، وده بيفرق جدا في التعامل، بيفرق في الشخصيات طبعا. طبعا زي ما قلنا الاهتمام مهم جدا، لازم اتعامل بحب، امنح الاخرين طول الوقت اللي هو الحب الود. في برضو مقولة بتقول اني كلمني عن نفسك اسمعك، كلمني عني احبك. بمعنى ايه؟ تمام ان انا دلوقتي لو جيت مثلا اتكلمت مع حضرتك وحكيت لك حاجات كتير عني وعن صفاتي مثلا، سواء بقى ايجابيه او سلبيه او كده، فحضرتك هتسمعيني. لكن لو جيت اتكلمت معاكي عني عنك، تمام، اتكلمت ههتم اكتر طبعا وهبقى سعيدة ومبسوطة. بالظبط كده، طبعا هتكلم معاكي عنك، هوصف مثلا اهم صفاتك، هوصف شخصيتك من وجهة نظري، هقول لك ايه الحاجات اللي عجبتني فيكي. بيلفت نظر الاهتمام. بالظبط كده، تمام بالظبط. تمام فانا وطول الوقت لو انا عايزه اتواصل بشكل جيد، دايما بتكلم مع الاخرين في الحاجه اللي هم يحبوها، الحاجه اللي تمام هم يحبوا يسمعوها، لكن من غير مثلا رياء. لازم بيكون الكلام حقيقي ونابع من جوايا، لانه بيتحس برضو في كل الاحوال. يا اقول يا ما اقولش، لو في أبس رياء او حاجه بالظبط، مش كويسه ما اقولهاش، لا يفضل. نفضل الصمت طبعا. طبعا. فمعظم الوقت طول الوقت المفروض ان انا ما اتكلمش عن نفسي،
لازم اتكلم عن الاخر، قول له قدامي، طالما انا بخاطب حد قدامي فلازم اذكر فيه مثلا صفاته الكويسه، ليه؟ عشان يبقى حتى الحوار يبقى فيه مصدر من الاهتمام والسعاده والقبول، لان احنا دايما كده يعني اي حد يفضل يتكلم مثلا كتير عن نفسه او عن موضوعات تخصه هو، فمش بندي اي اهتمام. يعني حتى لما يجي مره تانية يتكلم معانا ما خلاص بقى خلاص احنا هيحكي لنا قصه حياته اي حاجه. لا مش عايز، مش فاضي كده. تمام. طيب هل هناك فرق بين تاثير الكلمه التاثير الايجابي والتاثير السلبي؟ هو في فرق كبير جدا، ان هو تاثير الكلمه على الاخرين بشكل عام. يعني العرب زمان قالوا وتكلم حتى ارق. انا من خلال مثلا كلامي مع حضرتك او كلام حضرتك معايا، كلامي بيدل على شخصيتي، على تفكيري، على تربيتي، على بيئتي، على ثقافتي، مستوى تعليمي، مستوى نضجي الفكري والعقلي. طبعا التأثير على الآخرين، في ناس كتير جدا بتجهل التأثير على الآخرين، لكن الكلمات بتأثر جدا جدا في النفوس وبيكون لها تأثير بشكل كبير. يعني مثلا لما أجي أقول لحد كلمة طيبة أو كلمة إيجابية، فالكلمة الطيبة دي في حد ذاتها ربنا شبهها بالشجرة الطيبة، إن هي بتكون مصدر لشفاء الآخرين وإسعادهم. يعني ممكن يكون حد عنده مشاكل كتير جدا جدا، مجرد إن أنا أسمعه أو هون عليه بكلمة أو أديله أمل إن كل ده لأ مش دايم، فده بيبقى مصدر شفاء للآخرين. لكن الكلمة صدقة. بالظبط. والحديث اللي هو الكلمة الطيبة صدقة، يعني بمعدل الصدقة. في برضو الكلمة السلبية أو السيئة أو الكلمة الجارحة، دي بتسبب إيذاء نفسي كبير جدا للآخرين. إني ليه قلنا مثلا الكلمة الجارحة؟ لأن هي بتسبب جروح فعلا الإنسان، وبتسبب له آلام نفسية كبيرة جدا، يعني بيفضل يعاني منها وقت كبير، وده اللي الناس كتير بتجهله. يعني أنا ممكن أقول كلمة في حوار وخلاص وعدت، لكن هي ممكن تأثر وقت كبير جدا في الشخص اللي أنا قلتها له أو اللي هو سمعها. هو ده التأثير السلبي. بالظبط، التأثير السلبي. يعني وكمان اللي هو الجرح نتيجة الكلمات بيكون له تأثير على المدى الطويل اكبر من الجروح، اللي هي الجروح اللي بتبقى موجوده في الجسم. بالزبط. يعني جروح الجسم بتلتئم. معظم الاراء مش بتكون علميه، يعني بالزبط. على فكره يعني معظمنا مثلا مش دارسين، يعني بيجي واحد مثلا كده بيجهل الحوار اصلا، فبيقول كلمه، ولكن تاثير الكلمه بتاعته دي على الاخر بيبقى لها تاثير كبير. لها تاثير كبير، وخصوصا لو هي مش في محلها، أو ان هو مثلا ضايقت الشخص دوت. يعني الجروح اللي هي في الجسم بتلتئم مع الوقت او بتشفى، لكن جروح الكلمات بتكون اشد الم، وهي بتقعد وقت كبير جدا. وفي اللي هو الحديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اللي يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، ان العبد اللي يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله بها درجات، وان العبد اللي يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا من سخط الله فيلقى بها في جهنم. يعني ممكن كلمه هي سبب ان هي تدخل حد الجنه، او كلمه ثانيه سبب ان هي في دخول النار. طبعا في الحديث اللي هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خير او ليصمت. يعني زي ما قلنا اللي هو انا اقول كلمه كويسه او كلمه طيبه، يا اما الافضل ان هو في حاجه مش كويسه ما اقولهاش. تمام. في علاقه بين الكلمه، وهي تعتبر نوع من انواع جبر الخواطر. يعني لما بقول كلمه كويسه فانا بجبر خاطر اللي قدامي، يعني حتى لان احنا بنقول ان هالكلمه دايما بتكون فيه موجوده، موجوده فيه، يا اما لو مش موجوده فيه احنا مش بنقولها اصلا. ما هو ده، فانا بقول كلمه برضو بجبر بخاطره، بيبقى فيه نوع من انواع جبر الخواطر. تمام. بما ان حضرتك معانا النهارده، احنا شايفين كلنا افتقدنا في مجتمعنا سياسه الاعتذار وثقافة الاعتذار. ما عادش في حد كلمة ان انا اسف اقولها دي صعب عليا قوي. الاغلبية بتحس منهم كده وتشعر منهم كده. طيب احنا عايزين نعرف ايه النهاردة، ازاي سياسة ثقافة الاعتذار او كلمة اسف بتعمل ايه في اللي قدامي والنفس البشرية؟ ازاي يعني بتقع ايجابي وسلبي، ان انا لو ما قلتش انا اسف او لو ما اعتذرتش، طبعا ده بيعمل نوع من انواع حاجة مش كويسة للي قدامي. هو تأثير الكلمة على النفس البشرية عموما بيكون لها تأثير كبير، سواء ايجابي او سواء سلبي زي ما قلنا.
طبعا التأثير الإيجابي إن هي زي ما قلنا بتكون مصدر إسعاد الآخرين، إن هي بترفع من روحهم المعنوية، بتديهم طاقة إيجابية، بتديهم أمل. إن أي حد لو سمع أي كلمة حلوة، يعني مثلا لو شفت حضرتك الصبح وقلت لك الله الطقم اللي على حضرتك جميل قوي النهاردة، لا حضرتك مشرقة النهاردة، طبعا الكلمة بتأثر بشكل إيجابي. طبعا يعني طبعا العقل نفسه بيبقى في حالة حيوية ونشاط، بيبقى في حالة بهجة، وده طبعا بيعود عليا فيما بعد، ان ممكن اليوم كله ابقى مبسوطة بسبب ان انا سمعت كلمة حلوة. والعكس تمام. طبعا زي ما قلنا حضرتك بتقولي، طبعا من افضل الكلمات الايجابية اللي هي الاعتذار. كتير من الناس ما بقاش عندهم ثقافة الاعتذار، وان هو بتاخدهم الانا واللي هو الكبر بقى، ان هو لا حتى لو غلطان مش بيحب يعتذر، ودي ممكن تكون موجودة في الأجيال اللي موجودة أكتر يعني. لكن بنقول ببساطة جدا جدا إن الاعتذار في حد ذاته هو شجاعة، تمام. وقليل قوي من الناس اللي بيمتلك الشجاعة دي علشان يقول يا جماعة فعلا أنا غلطت وأنا آسف. الموضوع بيكون بسيط جدا جدا، ممكن بالظبط مشاكل كبيرة تقعد سنين هي ممكن تتحل بكلمة واحدة اللي هي بكلمة. أنا آسف. كمان الاعتذار لو جه في وقته بيبقى ليه أهمية كبيرة قوي، غير لما بيتأجل بيفقد معناه. فمن فوائد الاعتذار كمان اللي هو في مقولة قريتها عجبتني قوي، اللي هو اعتذرت فأرضيت ربا وكسبت قلبا ومنعت شرا وازددت تواضعا. يعني أولا أنت بتعمل حاجة بترضي ربنا بيها، إن هو بتمنع شر أو مشكلة كبيرة كانت موجودة، إن أنت الاعتذار هو بيزيدك تواضع وشجاعة مش بيقلل منك خالص. فالناس كتير فاهمة اللي عندها يعني خطأ في مفهوم خطأ. الاعتذار ده. وفي ناس عندها كبر، نوع من الكبر، يعني ازاي انا اقول اسف وازاي انا اعتذر، يعني ما ينفعش ما يصحش، رغم مش انا اللي اقول لك الكلام ده. بالظبط، ناس رغم كتير ان كده. الموضوع لا الموضوع بسيط يا جماعه، ايه المشكله لو اي حد غلط او قال حاجه مش مقصوده او زعل حد بدون قصد ان هو يعتذر، الموضوع بسيط يعني. لكن لو بقى زي ما قلنا اللي هو الكبر واللي هو لا مش هعتذر او مش هقول انا اسف، ده هنا ان انا قلت كلمه مثلا سلبيه بتاثر على نفسي بشكل كبير جدا، اللي هو بتسبب في ايذاء الاخرين، اللي هو بيبقى بفقده الامل، ان هو في احباط، في اللي هو دايما اللي هو لا الكلام بيأثر على نفسيته بشكل كبير. وفي ناس بتقعد سنين فاكرة مثلا كلمة اتقالت من حد او ان هي لا تعبت جدا بسبب الكلام ده. الكلمة السلبية او الجارحة، ليه علماء النفس سموها كلمات جارحة؟ لان هي فعلا بتؤذي، بتسبب جروح في النفس والام نفسيه بتؤذي الاخرين. بتؤذي وفي الاخرين. ناس يعني بيفضلوا مثلا متخاصمين فترات من سنين الزمن سنين. لكلمه، يعني طلع بالظبط كلمه مثلا ده للي قدامه كلمه مش كويسه، او سمع ممكن حد يوصل ان كلمه مثلا مش كويسه او فلان قال عليك، ومعظم الكلام اللي بيوصل بيكون مش حقيقي والناس بالظبط. بتزود عليه، فبالتالي بيحصل خصومات بتستمر لسنين. طيب يعني في احد اللقاءات برضو للدكتور مجدي يعقوب لما كان بيتكلم عن امراض القلب من الامراض اللي منتشره دلوقتي، لما سالوه فقال اكتر الامراض منتشره بتكون بسبب الزعل والحزن. تمام. طبعا بيأثر اكتر على حاجه القلب فعلا. حتى في متلازمه اللي هي قصر القلب، بيقول ان بيبان القلب كانه مكسور فعلا، وبعد الخيوط او الشرايين بتبقى متقطعه، ان ده بسبب الحزن. يعني انا ممكن اقول كلمه لحد يزعل بسببها او كده، طبعا فالموضوع بتسبب امراض بيبقى كتير. كبير. بعدين عندنا ثقافه برضو احنا كمصريين ان لو حد متعصب او متنرفز فهو ممكن يقول كلام كتير جدا ويجرح اللي قدامه، وبعد كده يجي يقول اصلا انا كنت كنت متعصب، متعصب، لا اصل غصب عني، معلش كنت ده مش متنرفز. بالظبط، ده مش مبرر خالص. يعني بالظبط كده، عصبيتك مش مبرر ان لازم انت تتحكم في نفسك. ان انت تقول لحد كلمه في وقت عصبيه ان هي تضايقه او تجرحه او تقلل منه او يعني لا، وتقول ان انا كنت بتتحسب متعصب. عليه طبعا. فما بالظبط. ينفعش، لازم كل كلمة تتحسب عليك، سواء يعني بغض الكلمه هي النظر. من اقوى الاسلحه اللي موجوده، ورغم التطور اللي احنا عايشينه والتكنولوجيا الكبيره جدا، لكن ما قدروش يخترعوا مثلا مهدئ للاعصاب افضل من الكلمه الكلمة الطيبه الطيبة او الايجابيه، خصوصا لو جت في وقتها المناسب يعني. تمام. طيب ممكن حضرتك تقولي لنا نعمل ايه النهارده عشان نرجع ثقافة الاعتذار تاني؟
نعمل ايه؟ اه والله زي ما قلنا احنا بنتعامل ببساطة جدا، ان الاعتذار مش بيقلل منا، بالعكس ايوه ده بيزيدنا في عيون الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. يعني انا لو جيت قلت انا اسف، بالعكس اللي انا بعتذر له مش ده هيقلل من انا شأنك هكبر في نظره، يعني انا بالظبط. هكبر في نظره، حاجة ما تقللش مني. وايه المشكلة لو انا غلطت؟ يا جماعة فعلا انا غلطان، موضوع بسيط يعني جدا، بتحل بكلمة واحدة، وانهي الخصام وانهي الزعل، وان انا بقى شايل، وان التاني مش بيكلمني. وفي اخوات بيبقوا قاعدين سنين ما بيكلموش بعض، وممكن جدا الموضوع جدا بيتحل بكلمة واحدة. زي لا ما الدنيا بيقولوا أبسط من الإخوة كده، يعني الأعداء. اه الدنيا أبسط من كده. تمام. اه المفروض ان احنا يعني يبقى في عندنا سياسة الليونة شوية. اه بالظبط نبقى كلنا، وكمان ممكن نفوت لبعض، يعني مش كل كلمة مثلا ممكن نقف عندها، في كلمة بتتقال بتكون مش بتجرح، كلمة بسيطة بس مثلا بتتقال يقول لك ده فهمها كذا، يعني بالظبط، بيكون في بتتفهم بشكل بتتفهم آخر. بشكل آخر، تمام ممكن ان انا اوضح القصد ده ايوه او بالظبط المعنى. كده. اه طيب هل الكلمه لها تاثير في التربيه؟ اه الكلمة وما مدى يعني تاثيرها؟ التربية هي اساس بقى الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. تمام الكلمة بيكون لها تأثير كبير جدا في التربية. ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو عندي طفل صغير، لو انا شجعته، لو انا بتعامل معاه على مبدأ التشجيع والتحفيز، فده بيديه طاقة ان هو يعني يعمل افضل ما عنده، يعني بيخليه اللي هو لا طول الوقت بيحسن من نفسه، بيحسن من ادائه، كمان بيديله ثقة بنفسه، بيخليه يعتمد على نفسه، بيخليه شخصية قوية مش شخصية مهزوزة. يعني الكلمة بيكون لها تأثير كبير، لأن هو ده الأساس، البيت هو الأساس، تمام بيخرج لي يا إما شخص واثق في نفسه في الآخرين، أو إن هو شخصية مهزوزة ملهاش وجود. يعني يعني أحيانا مثلا الأهل يكونوا حاطين حلم معين لابنهم، هو مش عايز الحلم ده بس عايز يحققه لهم لمجرد ان هو يتحقق لهم، يخفق في تحقيق الحلم ده ما ينجحش، يجوا بقى يلوموا بالكلام والعقاب بالكلمات السيئة للأسف. ومعظم البيوت المصرية النهاردة فيها الكلام ده بيحصل، يا فاشل، ما قدرتش تبقى زي فلان، ما قدرتش تعمل فلان، فده اللي بنشوفه للأسف في بيوتنا دلوقتي. كمان في بين بيكون الولد والبنت في أسرة واحدة، الولد لا لازم تنجح، لازم تعمل كذا عشان احنا عايزين نعمل كذا، فده ليه تأثير كبير ليه في تأثير؟ التربية. اه بالظبط له تأثير كبير جدا. وطبعا أكبر خطأ بيعملوه الآباء والأمهات اه اللي هو اللوم، تأنيب اللوم اه طول الوقت، واللوم اللي هو في عندنا في علم النفس أوكي بيسموهم العلماء القتلة الخمسة. القتلة الخمسة بمعنى ايه؟ اللي هو اللوم، ان انا طول الوقت بلوم الطفل ان هو، اه وممكن تكون الحاجة هي اقل من قدراته اصلا، بالظبط ان انا بنقده طول الوقت، ان انا بنقد تصرفاته وبنقد كلامه، اللي هو يعني بقارنه بقى، اللي هي المقارنة القاتلة ما بين بقى الاخوات وبعضهم، او بين مثلا الطفل واصحابه، او الطفل وجيرانه، او تمام ان انا طول الوقت بقارنه، بحطه في موضع مقارنة. ممكن اللي انا بقارنه بيه ده هو قدراته غير. يا جماعة في فروق فردية ما بين الاطفال، ما بين الاشخاص نفسهم. انا بدل ما اقارنه بطفل تاني، بالعكس انا كده، في ناس بتبقى فاهمة ان المقارنة بتعمل له تحفيز وتشجيع، بالعكس ده هو تمام اصلا بيكره الطفل اللي انت بتقارنيه بيه، او بيبقى مش حابب ان انت تتعاملي معاه، وبيعاند معاكي اكتر لان هو مش هيعمل الحاجة دي. فطول تمام الوقت بناخد الموضوع بشكل اللي هو لا، وبيأثر عليه يعني العمر كله. يعني انا بحطه في موضوع مقارنة، ممكن الطفل ده عنده قدرات اكتر وهو مثلا الأسرة قدراته هي اقل، الأساس، هي الأساس في انا اشوف التربية. ابني او بنتي ايه قدراتهم الاساسية وابدأ انميها واتعامل معاه، لكن ان اه انا اقارنه ده ميوله ايه، اتجاهاته بالظبط ايه، بالظبط وأبدأ انمي. مواهبه ايه، ان انا انميها واكبرها، لكن ما قارنوش. لا يعني ده من أسوأ الحاجات اللي اولياء الامور بيعملوها. يعني بالظبط اه دي موجودة للأسف عندنا في كل البيوت، لا لازم تبقى زي فلان، لا لازم تطلعي دكتورة، لازم تطلع دكتور، بالظبط، لازم. وممكن يكون هو امكانياته اقل من كده، طب انا ليه احبطه وليه دلوقتي اعقده؟ يعني هو مش قادر يوصل للحاجه اللي انا بقوله عليها. وبعدين يعني حلم الاباء والامهات هم نفسهم ما قدروش يحققوها، ليه اه بتخلوا مثلا الاطفال هم اللي يبقوا مسؤولين عن احلامكم او ان هم يحققوها؟ وبعدين في حاجه تانية برضو، قناعاتي انا الشخصيه ان انا بحس ان الاب والام بيتعاملوا مع اولادهم هم صغيرين على انهم كبار،
بمعنى ان هم عايزينهم يعملوا كل حاجه صح، وان هم ما يغلطوش في حاجه، وان هم يسمعوا الكلام ويعملوا كل حاجه بالسنتي. فده بيديهم طيب اعباء فوق اعباء بالظبط. طيب لما يجوا بقى بيكبروا بيتعاملوا معاهم على انهم صغيرين، يعني لو استقلوا بنفسهم العكس. واعتمدوا بيزعلوا قوي، انت ازاي ما خدتش رايي، انت ازاي ما قلتليش، ازاي ما عايز بالظبط كده. فهنا في تناقض، يعني لازم كل مرحله عمريه بتعامل معاها بما يتناسب معاها. في برضو بيحضرني قصة على اللي هي التربية الإيجابية بقى، سبب الكلمة الإيجابية أو الكلمة السلبية، قصة إيدسون طبعا المخترع العظيم إن كلنا عارفين. ماشي طيب. إن شاء الله لينا حلقات إن شاء الله بنستكمل الحوار مع الأستاذة وفاء، وبنطلع فاصل. إلى هنا انتهينا فقرة الأستاذة وفاء، وانتظرونا بعد الفاصل إن شاء الله مع الفقرة الثانية من البرنامج.